معانا لايف فيو ولا معانا على التليفون؟ على التليفون. طيب يعني كابتننا الكبير كابتن محمود بكر. يا كابتن محمود مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن، ازيك؟ ايوه كده لعلع، ايوه لعلع كده بقى. والله انا لحسن حظي النهارده اول يوم يسمحوا لي انا اتكلم، ولحسن حظي اللي انا يعني اتكلم في الرياضه معاك. فانا بشكرك اولا على اللفته الطيبه لما عرفت الخبر، وبشكر اهتمامك يعني بينا، يعني احنا زملاء يعني ان شاء الله. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن. وبشكر برضو قنوات الفضائيه الاخرى اللي جت، بس انا كنتش اقدر اتكلم الصراحه بتاعت ربنا. لا سلامتك. الدكتور مدحت، محمد مدحت والدكتور صلاح ابو النجف اللي انقذوني انقذوني انقذوني. يعني ايه بقى اللي حصل؟ احكي لنا يا كابتن ايه اللي حصل. سلامتك، احكي لنا. والله هو اهمال اهمال، و جيت على نفسي، وانت عارف انا كنت عامل عمليه فئران مفتوح، وبعدين يعني شغلانه جوه في الحته دي. لكن الحمد لله الدكتور محمد صبحي والدكتور صلاح ابو النجا يعني الحمد لله تدخلوا تدخل سريع، والحمد لله ان شاء الله يعني واحد يقول هترجع للتعليق اقول له اه. لا ده انت هترجع، ده انت هترجع احلى من الاول. ده انا بيتهيألي بعد الحته دي اتظبطت. بقول لاي واحد قاعد في البلكونه هرجع للتعليق واقول له اه برضه، واخد بالك؟ فيعني ايه، انا بشكر مره اخرى الدكتور محمد صبحي والدكتور صلاح ابو النجا، واشكرك يا كابتن مدحت دايما انت سباق. لا يا كابتن. ملعلع دايما. لا يا كابتن. يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. لا ولا تقول يعني اي حاجه. والله. انت ما زلت في العنايه ولا خرجت يا كابتن؟ بص انا انا غيرت دلوقتي من الصوره اللي قدامك دي. الصورة دي بالظبط كانت في الثمانينات، في الثمانينات. ليت الشباب يعود يوما، انما كمل. الحمد لله لسه احنا شباب برضه كابتن ان شاء الله. انت انت شباب مليون المية، بس انا عايز اختبر دلوقتي قوة الذاكرة. انت قلت ليت الشباب يعود يوما، كمل. ما انا بقى عجزت مش هقدر. لاخبره بما فعل المشيب، بس انت مش مشيب ولا حاجه. طب قول لي بقى. لا احنا شبنا. لا ربنا يخليك يا كابتن. يعني احنا شبنا، وكل ما في ناس تشيب تحلو يعني. طبعا طبعا يا كابتن طبعا. وبعدين يعني اتمنى يعني نشوف حلقه معاك او مع الكابتن حسن قريب على ام بي سي. اكون يعني شاكر نقدر كده اهوت يعني ايه. طبعا اشكركم على الطبيعه يعني. لا اول ما تطلع الناس عندك هنا الصراحه تعبوا النهارده كتير جدا، واعتقد ما كانش في توفيق، لان ممنوع ان انا اظهر دلوقتي لان انا لابس مريانه. انا عارف، انا بعت لك كاميرا فعلا لايف فيو عشان تطلع قدام الناس تتكلم، فقالوا لي لابس مريالة. قلت لهم ايه يعني هو لابس مريالة؟ طب ما كلنا لبسنا مرايه. لا بس مره واحده بس لغايه سنه سته. هتطلع من العناية امتى يا كابتن؟ هطلع بعد بكره وبعده، هتنقل اوضه ثانيه، وان شاء الله بعده هكون موجود على الطبيعه ان شاء الله. طيب عايز اخد منك كده تقطيع، انت ملك التقطيع بقى. ايه رايك في جريدو؟ ايه رايك في جريدو؟ هقول لك، انا كان نفسي اتدخل بس انا قلت لا مالكش دعوه بالكلام ده. لا قول لي. قول لي. يعني هو نقدر نقول عليه كذا وصف يعني. هو جه النادي الاهلي وفي اجيال بتتغير. جه النادي الاهلي وفي اصابات كثيره. في النادي الاهلي وفي ثلاث اجيال بتلعب. جه النادي الاهلي هو مش فاهم النادي الاهلي. يعني انت واخد بالك؟ يعني حتى الان هو احسن ميزه ليه عامل لياقه بدنيه كويسه للعيبه. جدا. ولكن جدا دي ميزه كويسه يعني، واخد بالك؟ عامل اعداد بدني كويس جدا للعيب النادي الاهلي، ولكن ما بيعرفش يعمل الكونتاكت مع اللعيبه. يعني بص تلاقي وليد سليمان بيلعب باداء، وصبحي رمضان باداء، ده سريع قوي وده وطيء قوي، وبعدين عبد الظاهر باداء، وعماد نجم باداء، فعامله زي الموسيقى النشاز اللي الناس مش واخده بالها. يقول لك ماله الاهلي، ماله الاهلي؟ فين التوتات؟ فين كان؟ ما انت لازم تخلق بقى مدرب، لازم يخلق توتات. ربنا جاب لك ده وجاب لك ده، طب لزقه مع ده وشوف ده مع ده، انما كل يوم تشكيل اعتقد يعني ايه ما وفقش حتى الان يعني. طيب رايك المدرب الاجنبي كان افضل لاتحاد الكوره واخد قراره خلاص، ولا المدرب المصري؟ لا المدرب الاجنبي. قول لي ليه؟ ليه؟
انا قعدت على الترابيزه دي مع كابتن سمير زاهر وانت كنت يعني موجود. صحيح صح صح صح. كل واحد تجيب واحد انت قبلك يعني. انا اعتقد الكابتن مدحت طب خد معاك فلان، طب ما خدوش معاك فلان، طب مش عارف ايه، الاخر يطلع كوكتيل احنا عارفين. انما احنا دلوقتي في توقيت لازم بقى يبقى فيه جد شويه. خلاص انت قبلك الراجل ده جاي، وانا من رايي السي في بتاعه كويس. ليه؟ لان انت وصلت النهائي، اللي بيوصل النهائي كذا مره ده ناجح. انت قبلك يعني انت وصلت النهائي، زائد ان سيرته كويسه. وبعدين انتوا كنتوا منزلين شكاوي اللعيبه بالنسبه له ان هو بيعمل لياقه بدنيه. واخد بالك؟ فبالتالي ده يبقى مدرب كويس، وده اللي احنا ناقصينه عندنا، اللاعب المصري ينقصه اللياقه البدنيه وسمع الكلام. قد يكون ربنا بعته في التوقيت القادم، ولكن خلي بالك ده مش عيب في المدرب المصري. انما هي مرحله لازم تبقى كده. باجنبي. نعم؟ باجنبي. لازم المرحله دي، بس بشرط بقى ان الاختيارات اللي معاه تكون الناس واعده، تقدر تتكلم انجليزي كويس، بتقدر فاهمه كويس. هو اخذوا اسامه نبيه واحمد ناجي. والله يعني اختيارات موفقه، لان انا بسمع عن يعني اسامه نبيه انه صحيح. نجح مع المدرب الاجنبي اللي فات، هو امين الكلام ولكن يمكن مفعوله كويس، ويمكن اختيار كويس. احمد ناجي اذا كان في شبابه يبقى مكسب. لا هو مكسب وواقف على حلو زي الفل. انا كده اطمنت عليك، وانا شايف ان ما تستناش بعد بكره وتطلع من الرعايه النهارده وتروح بيتك بكره، وانت بقيت زي الفل يا كابتن. ومليون سلام عليك، وهنسمعك تعليقك دلوقتي قدامك على الشاشه. يا بيه شكرا، شاكرين جدا، الف شكر. سلامتك يا ابو كباتن، الف سلام عليك. الف سلام عليك.